خربت لي انا بالصقعه بوجه اليمين. التواصل يستمر مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام، وهكذا نجدد تحية واللقاء مع انطلاقة جديدة وانطلاقة شوطنا الثالث الذي خصص للابكار، الابكار المشتركات، ومباشرة الى المقدمة، مباشرة الى الصدارة. وهنا ملوح عبد الله بن خليفة بالصقعة، او حمدان بن عبد الله بن خليفه بالصقعه الغفلي، بينما في ثاني المراكز هنا الاسعه حمدان بن عبد الله بن خليفه بالصقعه الغفلي كذلك ياتي على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث تقدمت شواهين سالم بن مبارك بن سعيد بالمرخان الاكتبي، بينما في المركز الرابع وصلت طواري لحمد بن سالم بن خلفان بالعري الاكتبي، وخامسا هنا أيها الأخوة الكرام تقدمت معيار مطر بن سلطان بن عبيد الكعبي، لكن العودة إلى المقدمة وإلى الصدارة، عودة إلى ملوح، ملوح اللي على المقدمة، ملوح ولكن هنا غيرت في هذه اللحظة، غيرت وتسللت الآن، هذه الآن لسعة حمدان بن عبد الله بن خليفة بالصقعة الغفلي، روح بالنقطة الثانية، روح بالنقطة الثانية، سلام وتحية واحترام يا بالصقعة على هذا الفوز، على هذا الانتصار، سلام بالصقعة سلام. المركز الثاني وصلت أيها الأخوة الكرام ملوح لعبد الله بخليفة بالصقعة الغفلي، بينما في المركز الثالث وصلت طواري لحمد بن سالم بخلفان بالعري الاكتفي. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عودة للتوقيت الزمني وساعة الوصول بدقيقة 48 ثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز التي قدمته لسعة، تهانينا والناموس لحمدان بن عبد الله بخليفة بالصقعة الغفلي.